أهلا من جديد، وضيفنا لليوم شاعر البدايات الأولى في الولاية الشمالية، الميلاد والنشأة وكل المراحل الدراسية، وتكونت عنده الفكرة والإحساس بالشعر، وقدر يعني يقدم كثير من الأبيات المتميزة بالعامية، ونقل كل طيبة وجمال وتسامح كمان أهلنا في الشمالية عبر قصائده المختلفة. نحن نتعرف عليه داخل الاستوديو. مرحب بك أنس علي أحمد. مرحبا بك استاذه رشا، ومرحبا بك استاذ علي. سعيد جدا اطل عبر قناه الشروق في برنامج صباح الشروق، وبقول يا صباحات الشروق، يا صباحات الشروق، يا الصباحات التنادي الروعه تعلن للمروق، يا الصباحات اللي بتشرق فينا والاحساس بروق، يا الصباحات اللي بترسي النورة في ممشى العروق، طلت الحب والجمال فيها الفه وريد وشوق. صباح الخير عليكم. يا سلام، صباح الخير عليك، وشكرا على الأبيات الجميلة جدا. كل التقدير لك يا أنس. خلينا نبدأ بالبدايات وبداية المشوار واكتشافك لمكامن الإبداع في داخلك، وانت في بيتك الأساسية اللي نشأت فيها. طيب، بيئة الشمالية هي عموما بيئة تمتاز بالحنية، وده الظاهر في غنانا وفي شعرائنا وفي مبدعينا. فالبدايات كانت في الولاية الشمالية، لأن الولاية الشمالية أو ولايتي عموما بتشبع الإنسان بحاجات غيمة كثيرة جدا يعني. والحمد لله البداية كان 2008، لكن البداية الحقيقية كان في 2012، جامعة وادي النيل، كلية العلوم والتغانى، وده جاي من أثر المنتديات والسمع أكثر لشعراء شباب. طب قبل ما تبدا البدايه الاولى 2008 والبدايه الفعليه 2012، نرجع بك اول يعني، وانت بتكتب في كتاباتك، بتستدعى شو من ذاكره الطفوله عندك في الولايه الشماليه؟ شنو اللي بلفتك وبلهمك عشان يخليك انت تكتب وتنظم ابيات وكلمات متميزه؟ والله طفوله جميله، طفوله جميله ساكنه جواي، هي اللي بعد ذاك بتميز حرف أنس علي مثلا، او تميز كتابات او قصائد أنس علي. نعم. فالطفوله لها اثرها، لها اثرها يعني، وكل الشعراء اللي قبلي يمكن يعني طرقوا الباب ده، باب الذكريات والطفوله واللعب وال نعم عموما يعني. طيب، يعني دائما فتره المرحله الثانويه برضو ايضا تتفجر فيها مكامن الابداع داخل الشخص، وبيكتب في مواضيع مختلفه. وحتى خلينا نقول يعني مثلا مرحله المراهقه فيها الكثير من التفاصيل ممكن تكون محفزه للابداع، والواحد بيكتب في مواضيع مختلفه يعني، ويمكن العاطفي بشكل كبير شديد. هل مريت بهذه المرحله، ولا نقدر مثلا نمر ونخش الجامعه طوال؟ والله خشيت الجامعه طوال. انا في الثانوي ما كنت محترف انه انا سأل بكتب شعر يعني، كنت بتكتب لكن ما عندك والله ما كان عندي الجراه والشجاعه اني اظهر. فعلا يعني في محاولات كتابه، لكن في محاولات والله، لكن ما بتذكر والله. نعم. طيب حنواصل معك، نحن لسه محاور ودردشه، بس نسمع واحده من قصائدك. طيب، صباح النفوس المطمئنة، وأنا بفتكر أنه الإنسان لو قام من الصباح كده ونفسه مطمئنة ومنشرحة بيعيش صباحات أجمل يعني. أيوة صحيح. فبقول أي زول في الدنيا جاري، والمشاوير ما انتهت، والخلوق دائما تجابت شان تحقق ما اجتهد، والقلوب للدنيا مالت وأبحرت فيها وسهت، والزمان اللون زاهي يا حليل ومتين بهت، نبكي من حاضرنا نشتاق للمضى، الولف كان سحنا فينا والقلب مليان رضا، والغناعة على المعيشة ونرضى بحكم الغضا، فعلا الأيام تداول غاية ربي عوضا، يحل الزمن الطفولة وذكريات استوطنتني، يحل لما نحاك القمري في التحميدة في الجوجاي في سمحة التغني، ضمت الكفين رقادنا على الجداول موية عكراء نزيد نتني، ضمت الكفين نصفق لعريس طربان يبشر والحبايب جات تهني، ضمت الكفين دعى الأمات وبهن الأفراح بتدني، التمر النخيل من غير لقوحة تلقى شايل وينجبر خاطر التمني، نرجف الدفاق نلقط، ولما يبقى رطب جنيا ننبسط، ولما يبدأ الناس في حشو ما بنشفق من غلا، السواقي بتبقى عامرة والوريث يرجع بعد سافر سلا، والحلب قامت غبارهم والمواعين ما بترجع يوم خلا، والعرب يتلموا جملة
وجونا من جهة الخلا كنا قرم الطير نحبه زي كأنه الطير مطعم بالحلا هسه لا طير لا حلب لا عمار سواقي ولا عرب ولا طعم شاي الحطب نسأل الله فضله يرجع وبرضه ينزاح البلا الله في تنزيله نادى النفوس المطمئنة النفوس الراضية تدخل في عباده جنته النفوس التلقى راحتها في القبر في صنته النفوس الما بتحسد زول إذا ما الدنيا جادت ودته النفوس الما بتحرش زول يدعاله ويسقر حبته النفوس الما بتنافق شان يباه إنسان تعظم هيبته والنفوس الما النفوس الما بتصادق النفوس الما بتصادق زولا النفوس الما بتصادق تهوى كل انسان حبته دي النفوس المطمئنة يا سلام يا سلام كلمات رائعة وجميلة لخصت يعني معاني انفعلت معاه رشاد تسلم يعني هو ساقنا فوق شيء قال وين ثاني نرد يعني نقلتني كده في عالم وطلعتني منه ده اثر البيئة يعني زي ما قلت لك قبل يعني بقول يا حلال زمن الطفولة وذكريات استوطنتني زمان كان النخيل وحش التمور زي ما بيقول أو الحصاد حصاد النخيل ودي كلها عبارة عن طفولة وذكريات كبرنا وكبرت مشاغلنا فبقينا ما عندنا اهتمام بالتمور ولا ما زي أول أيوة ده يرجع للنفوس المطمئنة النفوس الما بتحسد النفوس الما بتنافق انت يعني حتى من ناحية حمل الشاعر لموروثه ولتفاصيل من بيئته الأساسية ده مش يتميز به الشاعر حتى في أسلوب عرضه للبيئة مهتم به جدا أنا والله مهتم به جدا طيب في قيمة أخرى للشاعر يعني أنا دارس لك هل هي لا زالت موجودة في زمننا ده يعني الشاعر في, في 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 العصور القديمة حتى لو شفنا مثلا عن قدماء العرب كان هو ما مجرد مبدع وإنما هو شخص عنده قيمته في المجتمع عنده رأيه وخذ به الكلمات اللي بيكتبها دي أحيانا تحدد اتجاهات القبيلة اللي هو موجود فيها صح فهل لا زال للشاعر ذات الهيبة وذات القيمة والله الهيبة كانت تظهر من زمان يعني نعم. من العصر الجاهلي كان إذا اكتشف الشاعر كانت القبيلة تأتي إلى القبيلة التي ولد فيها شاعر وتبارك لها يعني كانت حاجة قيمة الشاعر لسان حال قومه الشاعر هو سيف الكلمة زي ما في سيف الغلم زي ما في سيف الحقيقي مثلا فهو بيحارب وبيدافع عن بلده ويكتب عن بلده السميح بيعكس حاجات سلبيات المهم فالشاعر له لازم تكون له قيمته والقيمة تجي بشنو تجي بحرفه تجي بحرفه وبكلمته أيوة. أيوة. دي حاجة كنت هقول لك انه فعلا قيمة الشعر هو نفسه بتيجي من تناوله هو للقضايا تناوله للموضوعات تكون قضايا حقيقية وصادقة أيوة. فكرة تسليط الضوء على قضايا ممكن تكون سلبية او ايجابية عندك انت كأنس الشاعر بتمشي لها ولا بتخلي نفسك والهامك زي ما يجي يعني والله اجمل حاجة انه تخلي الالهام والنفس زي ما تجي أيوة. لانه انت لو مشيت بحثته حيبقى في تصنع وتكلف للماده اللي انت بتقدمها لكن ممكن في قضايا تستفزك مش كده؟ ايوه ممكن برضه ده سريع الالهام بيجي ايوه فالقصائد التي تكتب بسبب احاسيس بتستفز الشخص بتكون اجمل القصائد هل كتبت في القضيه؟ والله قضيه الوطن طبعا احنا يعني تحية للوطن كله يعني نحن بنعاني من مشكلة العنصرية والجهوية والقبلية فنفتكر لو أي شاعر طلع قصيدة ينبت فيها القبلية والجهوية بيكون يعني شاعر حقيقي وله سلط الضوء يعني أكثر على القضية والله أيوة فعلا قضية الوطن قضية بياض النية ذاته قضية النفوس المطمئنة قضية إنه يا أخي إن عشت كثير بتشوف أكثر في الناس تنكر معروفك وتتمنى تشوفك في المنكر وفي الناس تضحك قدامك المهم الوجوه هلا الناس أيوة النماذج السلبية اللي بيلاقوا الإنسان أحيانا في المجتمع أنا يمكن زمننا معاك مرة سريعا أخيرا رسالة في كلمات إذا حبيت تهديها لكل المشاهدين نختبيها معاك طيب أبوي ما قصرت يدك وريت إن شاء الله ما تقصر تتاتي تربي وتعلم وتفوح في حياتنا وتعطر أبوي في حضرة مغامك يكون الشعر المقصر ربيتنا من خير حلالك رباية الزول المفكر غنوع بالمقسوم راضي وبسيط ما داير مشكر يا سلام أبويا بلال في زمانه أزانه يعم كل فريقه سلالة الطيبين أبويا وغورا ماسك طريقه أبويا كريم قلبه راقد عفيفا ما بشك ضيقه يشرفني ويملاني عزة
مدام انا شايل طباعه ومسكته في حنه ورحيقه نسبة لضيق الزمن. انا بشكركم جدا والله. احنا كمان بنشكرك جدا انس علي احمد لوجودك معانا، والحاب يلقى قصايدك وين؟ فيديو عن شعر في مكان والله ممكن نلقى في القصايد؟ والله هذه مرحلة قادمة والله، مرحلة قادمة. انا اداب بادي اداب، جيت الخرطوم عشان يعني ان شاء الله تلقى العالم ان شاء الله مفتوح قدامك، ونشوف دواوين الشعر ان شاء الله في كل مكان. شكرا لك كثير انس علي احمد، وحنتواصل.